اسطى. ولا زلنا مستمرين معكم من احتفاليه كلنا معاك، وكان لنا لقاء جميل مع الدكتور صلاح. صلاح الفقي. صلاح الفقي، اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور صحه نفسيه، يعني في الصحه النفسيه دي بقى احنا عايزين معلومات بسيطه كده من حضرتك اللي نوصلها للمواطن عن ازاي نبقى كلنا معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش قصه دكتور ولا غير دكتور، قصه مصر. تمام. كلنا في البلد دي ايد واحده، كلنا مع الوطن. الوطن تكاتف وتكامل يتوجد معاه الوطن. كلنا ايد واحده مع السيد رئيس الجمهوريه، القبائل العربيه مع السيد رئيس الجمهوريه، المصريين كلهم مع السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق مصر للخير ويبعد عنا اهل الشر، لان فعلا اهل الشر متربصين بالبلد دي حقيقه، مرصود من عالم كتير جدا في الوقت الحالي يوقعوا البلد دي، لكن البلد دي عمرها ما توقع. دايما مصر محميه بامر الله ومحروسه باولادها الاوفياء اللي عندهم حق وجود البلد دي جواهم، الوطن، الولاء للوطن، الولاء لله سبحانه وتعالى، في حبهم في التكامل لوجودهم في ارض مصر. مصر حمايه قويه للمصريين لوجودهم في الوقت الحالي اللي احنا فيه، لازم نكون ايد واحده. طيب انت بالنسبه لك بقى شايف المستقبل على الوضع اللي يعني الازمات العالميه اللي كانت حاصله ممكن يبقى افضل، ولا يعني وجهه نظر حضرتك؟ هقول لحضرتك حاجه، الازمات العالميه دي كلها ده امر طبيعي في الحرب من العالم اللي على مصر، ده امر طبيعي، لان مصر اتوجد فيها رئيس 10 سنين حامي البلد، 10 سنين عمل مشروعات قوية جدا جدا كلها بناء للوطن لسنين كتيرة لولادنا المستقبل اللي جاي. لكن العالم الخارجي كله بيتعامل لإفادته الشخصية، ولكن احنا أرض واحدة، وطن واحد، شعب واحد، معاه تحيا مصر دايما. القبائل العربية، المستشار عزة البرقي، الناس صحابي الدعوة النهاردة، فعلا تحيا مصر بيهم دائما، الاهل مصر الطيبين. المواطن البسيط يعني محتاجين برضه نفسيا كده ومعنويا بصفتك دكتور نفسيا، ان هو يعني في ناس مش صابره، في ناس تقول لك لا ده احنا في ازمات، يعني برضه احنا عايزين الحته دي نصنفرها او نعيد تثقيفها. هو ما فيش اوطان بتبنى من السهل. البلد حقيقي محتاجه كلنا نقف، فقراء وغلابه. بس عاوز اقول للتجار ارحموا نفسكم شويه. ايوه نتعاون. وعاوز اقول نكون كلنا، وعاوز اقول ايد واحدة للناس اللي بتجور على الغلبان، ارحموا نفسكم شويه عشان في حساب، والله ربنا هيحاسبكم على قوت الناس الغلابه دي. وبعدين النهارده رئيس الجمهوريه هيعمل ايه ولا ايه؟ صحيح. فعلا اذا ما كانش في مراقبه مننا احنا نرجع تاني، يبقى عشان احنا مصر تنجح ومصر تاخد مكانتها الافضل يبقى لازم كلنا معاك. نبقى ايد واحده. بشكرك وبشكرك يعني، وكلنا فعلا معاك وكلنا معاك.